خويا السلام عليكم خويا الدجاج وليا شي بخير مزيان المليحة وي المليح هذا هو المليح راس الصق هذا هو راس الصق الصق بارك عليه مضربين السلام عليكم جدع دورة شاطعكم شاطعكم عربي يا صاحبنا لقيت يا فم يا الجملين والله لقيت يا فم صافي الله يربح شحال باقي خامشو نخبزو حنا هادو جوج وانا التلج انا بغيت غير تحط سلعه هي تربح هاريدك عليك الله يتسلى هاد الرجل شحال اخويا الله يربح الله سبحان الجملين سير لاصق راسك ها 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 وغدي فلوسك ما كاينش المشكل عندي وصافي جدار معروف مش حي الروسي عندي المرق ديالو شحال العربي بيع شحال وناسي ما شحال بيع 10 دنانير لا مشيتي للجامع ودير لنا امشي قدامنا ب 10 جنيه ندير دور دور اخويا دور سير سير اخويا شحال سامع اخو دابا بعد ملايين اخوتي الجمال ابوي داكشي زوين تبارك الله لا ما تقلب ما بغيناش نعمر السوق خاوي عمرتي والله لا عمرت خاوي عمرتي على راسك هبطي على راسك انا اللي عطاوني تنقول والله ود عمي ما نعمرو على الخاويه كنجيبو جويبنا على قد السوق غنحطو على قدنا كاين ولا ما كاينش السوق جيتك بلان ها جيتك بلان من هنا تدي الربح من هنا ولا تدي الخساره من هنا كذبتي تكذب على راسك هو صاحبي والله صاحبي والله صاحبي لا درت عليك انا والله صاحبي انا موجود والله تنبيع صاحبي ما نقدرش كاين ثلاثة ونص هو صاحبي واقف حدايا مرحبا حنا منزيدو على الخير شوف شوف اللي كتب له غيديه انا مول ثلاثة هذا مول ثلاثة ونص وكاين مول ربعة غنعطيك صاحبي جوج وغندي مليون على الشروط من هنا نيشي غتمشي معاك دابا غتمشي ونعبر معاك وتحطهم انتم ولا نسالي صلي على النبي وصلي على النبي انا ملي غنعطوك فلوس دي جدع عند الكيبات حتى الصباح وجي عبر معانا ما عنديش المشكل هو انا هذه الزنكه راه دورا شوف اسعيد راه تعمر قسما بالله راه تعمر واخا يعمر حتى يشد الخمسه ويدك هوك راه ما كاين حتى ما دينا شي زره الله يرحمك نشوفو اخويا خويا شي زره الله يرحمك مشينا شويه نشوف عندك شي كارو عطنا غط حباتي وشينا اش تقلب عاد تعبر انت ولا هاد تقول رياش يا حيدا عيفت عليك حيدا رياشي من الاول رجع حميد امشي سير اخويا سير ايوه
قادر انا بغيت هنا بغيت يدير البقعه هنا يا وليدي هنا هي المقاطعه تما هنا بغيت والرئيس واش انا واش يا صاحبي اش واش اشيا وانت عندك شبكه ديال الفلوس عاد تحالي بك يا سرجل اجي في غادي قادر انا بغيت دابا انا جديني زيد ثلاثه الملايين غتاخذها وغتمشي حتى الله لا راه بطوله شي كاين لا شروط الاول والله لا ديتي انت ما تحلفش عاد اه ما كاين لا شروط الاول ما علينا بها الكروسه وا محمد هوي هوي تقرب عندي هنا وتقول لي ما نبيعش وما تحلفش ولكن يقول لك لا شروط لا بيع عمر معك خاوي لا بواطو عمر مع شي طاو قدام غادي 3 ونص غادي 4 الملايين اه ما كاين حتى حال وا حتى نبقى تابع لنا هذا 3 4 او شابع 3 4 فين نمشي ودي جوج دع صغير كاع ما شحال شحال عطاكم اخويا والعربي انا انا ما نقدرش نديها باش نقول لك انا فات عليا خمسه ما نقدرش وحتى العربي راه وحميد تاعي والرئيس باش نقول لك شنو وحميد اجي اطلق اصاحبي على حامي اطلق 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 عاود على حامي هذا دوز على الكلام مجرد قلنا بس اطلق لي عاود حنا دابا لا انت ما عطاكش الفلوس ديالنا راه من السوره ديال الخيل ديال مجيد حجاج نقول لك جبتو صغير جدع هذا وتركب معاه في المباراه واللي راه جبتو من عند نجيب طويبه هو راه عارف كل شيء والله الا فيه النخوه ديال البركي حاجه من الدور راه كذاب انا جيب عندك وحميد والرئيس نعاودوش نهضر الجدع غادي وغتمشي بحال هكا هالجدع غادي وغتمشي بحال هكا غنبيعو لهاد السيد هذا غادي يديك واحد 2000 درهم وحتى 40000 غنقول الله يربع العربي اللي بدلتو ب 40000 مشكله اليوم الله تسلا كل ما غنخليك والله تقلب عليا تسلا كل زيد الجدع ديال الحجاج مجيد دي جدع انا جي شحال فهم ودي جي دي باقي يلاه فيه رسنايا دزتي عليا بالبيكو هذاك قال لك سي سليمان سي سليمان حصلتك في الرومبا غادي بيه ادرتي له مشريت الخافيه عندو جدع مع الحجاج المجي كاين شي كارطه ما كاينش كارطه اخويا وكاين المليح وراه راه باربرا ودرك راه ود واصلا مولاه اصلا مولاه اصلا مولاه الحجاج مجيد هو مليح هو وخايلو وكل شيء والله الحجاج مجيد راه معروف اصاحبي والله الا معروف انا جيت غنبيع هاد الشيء اوكي ما كاين لا 10 لا والو بعد من شويه انا قاعد نعاود 5 ونص صافي الله يرضى عملي سلعة مجيد عيط لمجيد قول ليه راه سلعة مجيد غنديوها واش غايقول لك سلعة مجيد بعينك مغمضي صاحبي داك الراجل الله عمر هذا والله الا صاحبي داك الراجل الله عمر هذا راجل محترم درويش يلا عمر المرقد منين؟ المرقد الرباط الرباط؟ عطاوك شحال؟ باقي لعلاه شحال عطاوك انا؟ لعلاه مليون ونص خمم شي رصص رصص علاش شريتي على اللون ياك؟ خمم شي شوي الله يربح بجوج اسيدي وانت خمم شي شوي الله يخليك وبارك عليك والمرضي ولا غنشريو 4 و5 وناخذوا الوراق تبارك الله تبارك لا مليح اصحابي اصحابي رصوا رصوا تبارك الله صافي يا المرضي شحال عمرو حميد هذا
أربع سنين. أربع سنين، تبارك الله. تيجمع شاطرتي يا حميد. أنا جوج. لا ما عنده. شي جدا. والمرضي. بين أخوش. الله يسهل. شحال قولي شحال مجد. ها ما وصلت حتى النص تحية للإخوان. الله يسهلك يا رب. حفظك أخويا. وخر. العربي. نعم. أشعر أتاو صحيحة دابا. أشعر أتاو. عمرك دير اخو ميدا 14 مو محمد رجعك رجعك غيرك 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 اش كيوي ولك ايوا 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 ديجو مشار لا ادك اليوم تاع مارس شحال اكو شهر 23 انا 6 ملايين عطاو 6 ملايين كاتب 20 ايوا هو كيطلب 20 كاتب 20 يغوداو ويا يغوداو ويا اسي غودا يزول ويا زين ايوا خصك وراه من خصك انا هنا وجيت الكلمه ها كتاليت ها كتاليت من هنا وجيت الكلمه لا لا هذا راه ما بقات عندنا الكلمه من الظلام حتى الظلام كيجري من الليل حتى الليل عمر ما يتلفني صاولي ديال الصاول وعشقتي يا بويا صافي الزين الروح ديالنا هو عشقتي يا بويا حنا الزين ديالنا هو العود ما تعطيني حتى حاجه نعطيني غير العود انا ولا كسبتي هذا صافي خمس سنين عمي محمد الا كسبتي هذا صافي لا
يا رب يسهل يا رب. امين امين. محمود كدير اخويا كدير اخويا هانيا من عبد الحبيب باقي ما مكملش. كي جاك محمود هادشي؟ مليح اخويا مليح تبارك الله اخويا مليح اللهم بارك مليح واش داير بها هاد العوده هذا تبارك الله. الله 50 الله 50 اخويا اخويا راه عبد الحبيب باقي. انتم عندها دابا كتحلوا القصه؟ ها لا دابا صافي عاود يخدم الله سوي مليح تبارك الله والله مليح. هذا كوكات عنده كارطة وجيت بلا كارطة ورا يعني صدعوك اصحاب الطلب. المهم الاخوان بعد ما بارطاجيت معكم تقريبا كاع الخير اللي دخل اليوم هنا للسوق مع حميد خويا وصاحبي حتى كنجيو نهضرو معاه عاد كيبقاو ينوضو واحد العوده خوتي راه هرب ليهم داكشي علاش نايضه تصدع هذا كامل بالبلدي كامل نايضه خوتهم. المهم الخوت كما قلت لكم كاين هذا العود هذا كاين تقريبا ثلاثة ديال الخيل اللي داخل اليوم مليحة تبارك الله ولكن اخوتي هاد الجدعة تبارك الله مليح ديال بص اللهم بارك السعد. العوده اللي كانت عند العربيه طويبه اللي بيع ولدها ب 14 مليون العربيه طويبه باعوه في 16 هي باع ولدها مو العود اللي دخل العربيه طويبه ل 16 جدع باعوه ب 14 مليون شاف عمرها شاف هي هنا شاف عمرها غير تكون فوق فوق 20 شاب علي فاكسون دور انا زيد ما عندهاش هنا ورقه ديال العمره قال حيدوها 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 كبيره العوده كبير حيدوها وقت آية حيدوها يا شا العمر ديال العودة حيدوها كيكون هو صافي حيدوها مشي يا خويا مشي يا حميد شوية لا عيات مسكينة صافي مشي شوية عيات 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 والعربي واش هادي هي مو مجدع ولا والله حتى هي مت العود اللي بعتو ب 14 اه يوم تلعود اللي بعتو 14 ماشي هي هادي مو مجدع اللي بعتي اه والله لا العربي شحال بعتيها العربي 14 السلام عليكم هي هادي مو مجدع اللي بها العربي طويبه تبارك الله زينه اخويا اصلا هي كيفاش هادي دخلت هاد العوده اليوم هنا ما عرفتش انا كنت واقف هاد الخيل مش والله ما دخلت اليوم هنا انا اللي شحال دابا كل هاي يدي على الله تكل على الله شري شنو العمر ديالها المخروج كسر 16 الف 2003 18 عام الخوت 18 عام العمر ديالها سير سير لا اصلا كاري طوم ب 10000 ريال مابقاش شحال كاري طوم 10000 ريال واش صار لي النبي زدت عليك انا سير ولا صافي صافي سير دي العود يلا سير 80000 لا لا والله ما فيها 80000 كاين والله جات كدورو عرف الله صافي صافي سير ابو
شوف يضرب لي يديك تصور لي يديك ويا خوتي راه كنت كنسمر اخوك مشات لنا 4000 كنت كنسمر مالك لا والله سير دير لي في الجيم حتى بصافي سير واحد عاود دير مرة اخرى حميد وين نفطرو اخويا ويلا نمشيو يا عاوش الريو هذه الخي يلا وانتوما كالسابقه كتبقى تعطي الفصه وشوف عاود كدير وتهلا عطي الشعير وعطي التخليطه وحنا بيا عاوش الريو خلاص هادشي بالفلوس وشوف عاود كدير لا التخليطه ما كاينه العاود كياكل لك 40 درهم 50 درهم كاين ولا ما كاينه كاينه والعاود عندنا جيبات في الاوطيل جيبات في الاوطيل انتوما كالسابقه وما مبانش الاوطيل والله الا جيبات في الاوطيل قسما بالله لا كان شارجيه بلا الجيم فين اوطيل 5 ايطوال ولا واش يبغي تجيب اوطيل شتا صح وي اسمعني ياس الله يعاونك شارجيه بلا الجيم عافاك تخافش كاع وراه عندنا العود غادا نشارجيو بحال جيبات عندنا في الاوطيل دابا هو كسيف تيعطيه حنا في الاوت تبن لا ندير له الجيم ندير له الجيم بلا ما ندير له الجيم 7 طيب له غير ساق عب وحده غادي وصا ما تخافش خدم الجان والعود هو البادرة هنا البادرة والراجل هو الدرع قال له العود شوفه من القدام والعود شوفه من اللور قال له شكون ياكل الشوا وعلم مول الفول بوه المهم الخضرة دارت واحد الروبريز هنايا تعطى هذا وداو هذا وزادو تقريبا 80000 ريال شي خيل 4000 درهم طلع حميد سير ضربها هو زيد هادشي عندك جديد اخويا حبيبي واخويا عتصلحنا وعندك انت الصالون عاوتاني اه الصالون كامل حل حل اخويا نديرو شي طلعه من الحل طلع كاع اخويا نشوفو داكشي كيفاش داير الدنيا حل والتحل انا اخويا بسم الله مرحبا اخويا اهلا وانتم الخوت تفطحت مع التيك توك مرحبا بكم اخويا الله يحفظك ومع التيك توك ومع ود عيشه بن با ومرحبا بك داكشي اللي تخوي وانت هو الاول الخوت وعندي انت هو الاول ولاد بويبس هما الثانيين واش بغيتي؟ نبغى والو يلا الشوا دابا انت هو الاول القطبي نمشيو ناكلوا الشوا دابا وعاد غنمشيو بحالنا ان شاء الله يلا اخويا يلا الله يسخر يلا الله يسخر الخوت يعني دابا كيزين بواحد القهوه هنايا نضربوا الشوا مع الاخ تيك توك حميد شكون تياكل الشوا وعشيرنا مسيدي سليمان كاع تياكل الشوا من الفولوب سامي الغلباوه اه المشكله الخوت المشكله هما تسيفوا عليا اي فوا جيتنا حيدوا الجلاب كامل ديال السوق حيدوهم تبارك الله على ود عيشه بن با بن با والقطبي قول له ود عيشه بن با بن عيشه بن با القطبي الشلحه الشلحه تقول له سي بن عيسى بن با القطبي دقيت وشرب بيش اغروم انا تشت اني نيجان صافي قول له خدم الرجل مع هذا الرجل بالعربيه قال له بالشلحه والله ها انتم الخوجان انتم تفطوحات قيطون ناضي شويه راك تجي ليه
الخبز هنا يا عطيك توك خدام معانا بقى نعاد غنديروا الشوا وغنجيبوا السويده ويقول معايا القرعه ان شاء الله ان شاء الله وبغينا خصنا غير الموسيقى لا جاب لي خرجت شنو الموسيقى الموسيقى Thank you.
على داكم الصحاب. الله يسخر لكم. ورونا اخويا عمرو.